مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حصتكم خفيف وظريف. خفيف وظريف كل مرة أجيب لكم كيفية خفيفة وظريفة وسهلة. إن شاء الله اليوم راح نعملوا مع بعض مربعات بالعجينة المورقة والدجاج. تابعوني خطوة بخطوة هكذا باش تنجحوا في التحضير نتاعها وتحضروها في بيوتكم وتفرحوا، يعني عفوا، تفرحوا عائلة نتاعكم. قال غير نقول لكم تبعوا الخطوات، تبعوا طريقة التحضير هكذا باش تعرفوا هذه الكيفية كيفاش يعني تتحضر. هنا نروح للمقادير. عندنا هنا كمية العجينة المورقة، عندنا حوالي 100 غرام تاع الجبن المبشور، 100 غرام جبن أبيض، عندنا جنجدان باش نزينوا بها المربعات، كمية تاع صلصة البيشاميل، حبة بيض، وعندنا كمية تاع الدجاج كنت حضرتها أنا من قبل. هنعطيكم طريقة تحضير تاع الدجاج، كذلك طريقة تحضير تاع صلصة البيشاميل كنا عطيناها عدة مرات في عدة حصص كنتو خذيتوها وجربتوها في بيوتكم. نروح مباشرة طريقة تحضير تاع هذه المربعات، قلنا مربعات بالعجينة المورقة والدجاج. تابعوني نروح مباشرة طريقة التحضير. راح ناخذ كمية تاع الفرينة، ناخذ حلال، راح نحلو هاد العجينة، نحلوها هنا على شكل مربع على سمك 1 سنتيمتر. هكذا هذا الحلال راح نخبيه لانه ما نسحقوش. قلنا نحلوا العجينه على شكل مربع، نشوف هنا اذا ما لصقتش. راح ناخذ اناء يكون غامق، راح نحطه هنا صلصة البيشاميل. قلنا صلصة البيشاميل حطينا 60 غرام فرينة، 60 غرام مارغرين يعني دوبناها، حطينا عليها 60 غرام فرينة، ملح في الكحل جوز الطيب، شوية في الكحل، خلطناهم مع بعض حصلوا على عجينة. من بعد نحط نص لتر تاع حليب ونقعد نحرك حتى نحصلوا على هاد الصلصة. هنا كما راكم تلاحظوا صلصة البيشاميل تاعي حطيتها يعني خدمتها شوية عاقدة. راح نضيف لها الدجاج. انا خذيت 1 بياض دجاج، حطيت له الماء، ملح في الكحل، ملح في الكحل، ورقه تاع رند، وورقه تاع زعتر، وخليناهم يعني خلينا هذاك البياض الدجاج يطيب. من بعد فتتو تحصلت على هذا. راح نضيف هنا الجبن الابيض ونضيف كذلك الجبن المبشور. راح نخلط هاد المواد كامل مع بعض، ولا هاد المقادير كامل مع بعض بهاد الحشو اللي راح نحشي به هاد العجينة المورقة. هكذا نخلطو مليح، هكذا نخلطو مليح هكذا باش يدخل هذاك الدجاج والجبن الابيض والجبن المبشور يدخلوا مليح في صلصة البيشاميل تاعنا. قلت لكم هنا صلصة البيشاميل كنت عملتها ثقيلة، نحصلوا على عجينة هاي كيما راكم تشوفوا. هذا الحشو اللي راح نحشي به هذه العجينة المورقة، وراح نقطعها مربعات، نحط لها من بعد البيض والجنجلان وندخلها الفرن. طيب هكذا راح ناخذ كمية تاع الحشو، هكذا نمشيو مليح الحشو هكذا ونغلق
راح ناخذ هنا حبة بيض، نحطوا هنا كمية تاع البيض، راح نزيد ندور مرة تانية هكذا، وناخذ موس راح نقطع هذه العجينة ونزيدو نكملو نفس الشيء. هكذا نمشيو مليح الحشو، قلنا نغلق المرة الأولى على الحشو، من بعد حطوا البيض ونعاود نزيد نغلق مرة تانية، نحطوا كمية تاع البيض راح نحي هاد الزيادة، هكذا راح نحط لهم البيض، هكذا راح ناخذوا سنيوة يدخل للفرن ونبداو نقطعوا المربعات تاعنا، راح نحي هذول اللي ما نسحقهمش. هنا باش المربعات يجونا كامل كيف كيف راح نحط يدي هنا هكذا ونقيس ونقطع هكذا، الفرن قلنا نسخنوه على درجة حرارة 200 درجة، وراح ندخلهم للفرن قلنا على درجة حرارة 200 درجة مدة 25 دقيقة، ويكونوا المربعات تاعنا حاضرين وواجدين. هكذا نحطوا هنا قلنا للتزيين كمية تاع الجنجلان، مشاهدنا الكرام هذه هما المربعات اللي قلنا عليهم مربعات بالعجينة المورقة والدجاج، إن شاء الله تكونوا تبعتوني خطوة بخطوة. ما بقى لي غير ندخلهم للفرن قلنا على درجة حرارة 200 درجة مدة 20 حتى 25 دقيقة ويكونوا حاضرين. تبعوني نروحوا للفرن. مشاهدنا الكرام راح نخلي المربعات تاعنا يطيبوا يعني على درجة حرارة قلنا 200 درجة، انتم تروحوا فاصل قصير ونعود نوليو ويكون المربع تاعنا حاضرين واجدين في صحن التقديم، خليكم بعد الفاصل.
مشاهدنا الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية. كيفية نهار اليوم راهي حاضرة وواجدة معنا، اللي كانت عبارة عن مربعات بالعجينة المرقة والدجاج. إن شاء الله تكونوا تبعتوني خطوة بخطوة هكذا باش تحضروها في بيوتكم وتنجحوا في التحضير نتاعها. فبقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، كونوا أفياء لحصتكم خفيف وظريف، المزيد والمزيد من الكيفيات اللي يكونوا خفاف وظراف. مع السلامة وإلى اللقاء.